تشرفنا اليوم بلقاء صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه. نحن كلجنة الأولويات وأعضاء اللجنة، وكذلك معنا رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم. وحقيقة كان اللقاء أكثر من مثمر. ما طرح في هذا اللقاء مع صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه مجموعة من المرئيات الاجتماعية والسياسية أيضا، وتوجيهات كانت واضحة وبينة من صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه للجنة الأولويات. أكد سموه على دور لجنة الأولويات في تنظيم وترتيب عمل مجلس الأمة، وخصوصا الإنجاز الرائع خلال الفترة السنتين الماضيتين بعد أن أقرت لجنة الأولويات. وأكد صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه على أن دور لجنة الأولويات أيضا هو في تنفيذ وإنجاز الكثير من التشريعات التي حصلت على موافقة مجلس الأمة وأيضا الحكومة، وكانت إضافة تشريعية رائعة وجميلة جدا للتشريع في الكويت. كما أكد صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه على أن في الوضع الحالي يتطلب من مجلس الأمة أن يكون تركيزه أيضا على الجوانب الاقتصادية والمالية التي تنقذ الوضع المالي والاقتصادي في الدولة، وخصوصا أن مؤسسة موديز التي وجهت للكويت مجموعة من التوصيات لإيجاد مجموعة من القرارات الاقتصادية والمالية لإنقاذ الوضع الاقتصادي في البلد والمالي، أكد صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه على أن يقوم مجلس الأمة ممثل في أعضاء المجلس وأيضا الحكومة للتعاون للحفاظ على الوضع الاقتصادي العام للدولة وإيجاد مجموعة من القرارات الاقتصادية والمالية التي تدفع باتجاه مزيد من التطور الاقتصادي والمالي في الكويت. الآن مع انخفاض أسعار النفط الواضح والبين، وحقيقة يعني كان دعاءه صاحب السمو حفظه الله ورعاه أن يرتفع سعر النفط كما هو دعاء جميع أهل البيت لجميع أهل الكويت للحفاظ على الوضع المالي الاقتصادي للدولة، أكد أيضا صاحب السمو حفظه الله ورعاه على أنه يجب أن تكون الجهود كلها مبذولة في سبيل أن تكون قراراتنا سواء التشريعية أو حتى القرارات التنفيذية الخاصة بالحكومة تدفع باتجاه إنقاذ الوضع الاقتصادي في البلد حتى تتناغم وتتوائم مع متطلبات مؤسسة موديز وغيرها من المتطلبات الاقتصادية على المستوى المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية. كذلك كان لنا لقاء آخر وتشرفنا بلقاء الآخر مع سمو ولي العهد الذي أعطانا مجموعة من التوصيات التي هي تتبع توصيات صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه وتسير في نفس فلك ما أوصانا به صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه، وأكد على دور مجلس الأمة الريادي في إنجاز الكثير من التشريعات والكثير من القوانين التي تضيف إضافة كبيرة جدا في سبيل إنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي للدولة، كما أكد على مبدأ التعاون بين السلطتين حتى بالفعل تكون هناك إنجازات مثمرة كما هو الحال بين السلطتين.